بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن لله المصير حقا إليه المصير. فهم الحياة عسير فهم الحياة عسير. فقد تموت صغيرا ولا تموت كبير وتدخل القبر حرما. فذاك يوم عسير القبر هم وغم ومنكر ونكير. القبر روضة لنا وإما سعير. فاعمل لدنياك خيرا تمت راضي الضمير. عود الكريم إلى كتاب الله وذلكم العلم القرآني قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسني زلهون القارئ والمقيم بقرية بركي التابعة لمركز ومدينة منوف. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. يا جمال القرآن الكريم حدث عن جمال الله فيك وكل ذو عينين لا تجعل مع الله شريكا. القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منكم لا وَلَقَدْ قَالَ
أرسلهم معنا غدا أرسلهم معنا غدا Bye.
أرسلهم وأجمعوا
هم لا يشعرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب
Oh,
Oh,
وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه مصر لامرأته اكرمي ذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وضلت الأبواب أتيتنا فناديتها أين المعظم والمحتسب وأين المذل بالمعرف وأين العزيز إذا ما اختصر تفانوا جميعا فلا مخبر فماتوا جميعا ومات الخبر فيسألني عن أناس مضوا أما لك في من مضى معتبر آيات حق تعالى الله قائلها تهدي الحيارى وتشفي كل ذي سقم فاجعل كتاب الله مذكرا لك في كل هاد ثم منه تعلم.
داوم عليه قراءة ودراسة يهديك ربك لطريق الأقوم ويزيدك الرحمن عزا وتوفيقا فدارك واغتنم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع خير حديث لا يمل سماع وصوت يترقبه الكل استماع. عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل ألا وهو القرآن الكريم والتي تلاها على مسامح حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسني زلهون القارئ والمقيم بقرية بركي التابعة لمركز ومدينة منوف. كان معكم وبتوفيق من عند الله أكبر مكبرات صوت عالمية ومدينة الأنوار الكهربائية الشركة العالمية لتصنيع مكبرات الصوت المشهود لها بمحافظة المنوفية. تطلب دائما من إدارة المهندس السيد جابر عيسى المقيم بمدينة منوف أمام المجمع الطبي بالاشتراك مع المعرض الفني للفراشة وقصور الضيافة المتقبلة بصاحبها الحاج فاروق سليم إدارة الحاج عيد سليم المقيم بمدينة منوف. أيها السادة تقبل الله عزاءكم جميعا.